بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بيكم في درس جديد. احنا لسه مع بعض في دروس الـ EC2، وهنتكلم في درسنا عن Security Group. وزي ما قلنا في الدرس اللي فات ان Security Group هي عبارة عن Virtual Firewall بتقدر من خلاله ان انت تسمح بالدخول لسيرفيس معينة او تحدد الدخول لسيرفيس معينة او بورت معين عن طريق IP معين. فتقدر تعتبر ان Security Group هي خط الدفاع عليه الـ EC2 على Amazon Web Service. طيب Security Group ممكن نوصل لها من منطقتين في الداشبورد الـ Amazon Web Service. ممكن نوصل لها من الـ VPC، بأن احنا لو جينا هنا عند الـ VPC هنلاقي هنا الـ Security Groups. لو ضغطنا عليها هنلاقي الـ Security Groups اللي احنا عملناهم في الريجون تبع ايرلندا. طبعا كل ريجون ليه Security Groups مختلفة ومنفصلة عن أي سيكيورتي جروب موجودة في ريجون تاني. ده معناه إن السيكيورتي جروب الموجودة في أيرلند غير السيكيورتي جروب الموجودة في الأوريجون. الطريقة التانية اللي بنوصل بيها للسيكيورتي جروب، بس خلينا قبل ما نروح هناك، ممكن هنا تضغط هنا كريت سيكيورتي جروب، أو هنا على الأكشن بتاع السيكيورتي جروب. هنلاقي إن احنا الأكشن عندنا إن احنا نعمل ديليت للسيكيورتي جروب. فلو علمنا على أي سيكيورتي جروب هنا واخترنا أكشن وديليت، هنعمل ديليت للسيكيورتي جروب. الطريقة التانية اللي نروح بيها للسيكيورتي جروب هتبقى عن طريق ان احنا نروح للاي سي 2، وبعد كده هنا من على الشمال هننزل تحت وهنلاقي تحت نتورك اند سيكيورتي عندنا سيكيورتي جروبس. لو ضغطنا عليها هنلاقي عندنا برضو الاتنين سيكيورتي جروب. السيكيورتي جروب الديفولت بتاعت الديفولت VPC اللي بيبقى معمول من امازون ويب سيرفيس، وعندنا السيكيورتي جروب للويب سيرفر اللي احنا عملناه في الدرس اللي فات. طيب خلينا نبتدي ونطبق مع بعض عملي. خلينا الاول نروح على الانستنسز، وهنلاقي هنا ان احنا عندنا انستنس اسمه ويب سيرفر 1، وخلينا ناخد البابليك دي ان اس لي ونفتح تاب جديده ونكتب البابليك دي ان اس او البابليك اي بي وهنضغط انتر. هيطلع علينا الصفحه اللي احنا عملناها الدرس اللي فات، هيلو تو ماي ويب سايت. طيب خلينا نيجي دلوقتي، هنيجي هنا عند سكيورتي جروبس، هنلاقي انه الويب سيرفر ده متضاف له سيكيورتي جروب اللي اسمها ويب سيرفرز. لو ضغطنا هنا هنقدر نشوف الرولز اللي احنا سامحين بيها. فاحنا هنا اللي عندنا بورت 80 وبورت 22 وبورت 443، ونوع البروتوكول TCP، والسورس هنا ان اي حد يقدر يدخل على بورت 80 من اي مكان عن طريق IP فيرجن 4 وعن طريق IP فيرجن 6. طيب خلينا نضغط هنا على سيكيورتي جروب عشان يودينا على الويب سيرفر سيكيورتي جروب. هنروح هنا للسيكيورتي جروب، هنلاقي هنا ديسكريبشن، هنلاقي عندنا اسم سيكيورتي جروب والسيكيورتي جروب الاي دي للسيكيورتي جروب، وهي تبع انهي VPC. هنا هنشوف الترافيك اللي داخل عندنا. فهنلاقي ان احنا زي ما قلنا ان احنا سامحين لل HTTP وال HTTPS وال SSH، وفي الاوت باوند ان احنا اي ترافيك طالع من عندنا على اي بورت على اي ديستنيشن مسموح بيه. خلينا نرجع للانباوند وخلينا نعمل اديت، وخلينا نحذف ال HTTP وال HTTPS، وهنبقي بس البورت 22 وهنعمل سيف. طيب يبقى كده احنا عندنا الويب سيرفر مش سامحين بالدخول ليه للبورت 80 اللي هو ال HTTP. فبالتالي لو جينا هنا وعملنا ريفرش هنلاحظ هنا ان هو تحت كاتب كونكتنج، وهيفضل يحاول يعمل كونكتنج فترة كبيرة جدا، وبعد كده مش هيقدر يكونكت وهيطلع علينا رسالة ايرور. ده ليه؟ ده عشان احنا مانعين الدخول للبورت بتاع ال HTTP او بورت 80. طيب لو رجعنا تاني وعملنا edit وعشان نضيف اي بورت هنضغط هنا على add rule، وممكن تختار نوع البروتوكول بتاعك TCP او UDP. لو انت عايز تدخل البورت بتاعك تدخل الرقم بنفسك يدوي. غير كده هتلاقي عندك هنا البورت لانواع كتيرة من السيرفيسز زي الـ SSH زي الـ SMTP زي الـ DNS زي الـ HTTP الى اخر الليست الموجودة هنا. فلنفترض ان احنا هنا اخترنا الـ HTTP، هنلاقي ان هو حط بورت 80 لوحده. ومن هنا بتختار هل انت عايز الدخول للبورت ده يبقى عن طريق
اي بي معين، لو انت كتبت هنا اي بي معين وهنشوف الكلام ده كمان شوية، يبقى الاي بي ده بس هو اللي هيبقى مسموح له انه يدخل على بورت 80، او ان انت تعمل anywhere. anywhere معناها ان اي حد يدخل من اي اي بي، او ان انت تعمل ماي اي بي، او ما تعمل ماي اي بي هيحط لك الاي بي اللي انت داخل منه. وقلنا وزي ما قلنا في الدرس اللي فات ان انت ممكن تختار ماي اي بي في حالة زي الاس اس اتش لو انت عندك ستاتيك اي بي، فبالتالي مش عايز اي حد يدخل للاس اس اتش غير عن طريق الاستاتيك اي بي. طب دلوقتي خلينا نضغط سيف، وكده احنا سمحنا بالدخول للبورت 80 من اي مكان. فلو جينا هنا وعملنا ريفرش هنلاقي ان هو عمل ريفرش سريع، معناها ان هو قادر يكونكت على البورت 80. طب هنرجع تاني وهنعمل ايديت للسيكيورتي جروب، وهنيجي عند البورت 22 وهقول له ان انا عايز السورس بتاعي كاستم، واحط هنا اي بي وبعد كده سلاش 32، معناها ان مفيش اي حد هيقدر يدخل للبورت 22 غير الاي بي الاول 35 واخره 97. ممكن ندي هنا وصف، هكتب هنا مثلا سيرفر، او خلينا نكتب لوجن سيرفر. لنفترض ان انا عامل سيرفر هو اللي بقدر ادخل منه عن طريق الشيل لأي سيرفر موجود عندي على امازون ويب سيرفيس. خلينا دلوقتي نعمل سيف، وبعد كده هنفتح التيرمينال مع بعض. وده السيرفر اللي انا سمحت له ان هو يدخل على الاس اس اتش للويب سيرفر. هنكتب الامر اس اس اتش بعد كده ماينس اي بعد كده البرايفت كي وبعد كده اليوزر اي سي 2 داش يوزر وبعد كده الاي بي لويب سيرفر 1. هضغط انتر وهلاقيه دخل معايا على ويب سيرفر 1. طيب خلينا دلوقتي نعمل اكزيت، وبعد كده طبعا عملت اكزيت عشان ارجع تاني على السيرفر الرئيسي. وخلينا نرجع هنا ونعمل ايديت، وبعد كده خلينا نغير اخر اي بي ده، وبدل ما هو 97 نخليه 98. دلوقتي ده اي بي مختلف تماما عن السيرفر اللي احنا دخلنا منه، يبقى معنى اللي احنا عملناه هنا انه الاي بي ده بس الاخر 98 هو اللي هيبقى مسموح له على ان هو يدخل على البورت 22 على الويب سيرفر اللي في ايرلند. طيب دلوقتي خلينا نعمل سيف ونجرب ندخل من التيرمينال تاني من السيرفر الاي بي بتاعه مختلف عن الاي بي اللي احنا حطيناه دلوقتي في الرولز، وهضغط انتر وهلاقي ان هو بيحاول يعمل كونكت، وهيفضل يحاول يعمل كونكت فترة وبعد كده هيطلع لنا رسالة ايرور. طيب دلوقتي هدوس كنترول وسي علشان الغي الامر اللي انا بنفذه، وهنرجع تاني وهنعمل ايديت، ودلوقتي هنسمح بالدخول او خلينا محددين الدخول ونرجع الاي بي زي ما هو 97. يبقى معناها انه الاي بي اللي اخره 97 هو الاي بي الوحيد اللي يقدر يدخل على الويب سيرفر اللي عليه السكيورتي جروب اسمها ويب سيرفر. بعد كده هنا نعمل سيف، هنيجي هنا تحت نيم ممكن ندي اسم للسكيورتي جروب فنسميه مثلا انجين اكس، فنبقى عارفين ان دي السكيورتي جروب اللي هتضاف لاي ويب سيرفر عليه انجين اكس ويب سيرفر. طيب خلينا من هنا ندوس علامة اكس عشان يظهر لنا السكيورتي جروب التانية اللي هي الديفولت، وهنلاقي هنا عندنا السكيورتي جروب اي دي. طب ايه فايدة السكيورتي جروب اي دي؟ فايدة السكيورتي جروب اي دي ان انت ممكن تحطها في السكيورتي جروب التانية، فبالتالي بتسمح بالدخول لسيرفيس معينة من خلال السكيورتي اي دي. طيب عشان نفهم الكلام ده بشكل اكتر خلينا ناخد السكيورتي جروب بتاعة الديفولت كوبي، وبعد كده خلينا هنا نيجي عند الويب سيرفر سكيورتي جروب وخلينا نعمل لها ايديت. انا ضغطت رايت كليك وهضغط هنا على ايديت انباوند رولز، وهنيجي هنا عند البورت 22 ونخليها كاستم، بس بدل اي بي انا هحط السكيورتي جروب اي دي. وشفنا الكلام ده مع بعض في دروس الفي بي سي، بس بنعيد عليه تاني علشان ناكد عليه. دلوقتي اللي انا عملته كده معناها انه اي سيرفر تاني موجود على السكيورتي جروب الديفولت هيقدر يكونكت على البورت 22 لاي سيرفر موجود على الويب سيرفر سكيورتي جروب. فهنا دي فايده السكيورتي جروب، ان انت نفترض ان انت عندك
4 سيرفرات وعايز تسمح لهم ان هم يدخلوا هنا على البورت 22، مش معقولة هتفضل تضيف ال SSH 4 مرات ب 4 IP-هات مختلفة. الاسهل من ده ان انت بما ان ال4 سيرفرات موجودين في سيكيورتي جروب واحدة، هتجيب الاي دي للسيكيورتي دي السيكيورتي جروب دي وتحطها هنا وتسمح لهم ال4 ان هم يدخلوا على بورت 22. طيب نضغط سيف ونعمل ايديت تاني ونعيد مع بعض. احنا عندنا هنا مسموح لل HTTP بروتوكول على IP version 4 من اي مكان، ومسموح ل IP version 6 من اي مكان، ومسموح للدخول على بورت 22 لاي سيرفر موجود على السكيورتي جروب اللي الاي دي بتاعها اللي احنا شايفينه قدامنا. لو عايزين نضيف رول تانية هنيجي هنا وهنضيف الماي سيكوال والقارورة، هنلاقي ان هو طلع لنا البورت بتاع الماي سيكوال 3306، ومن هنا هنختار هل احنا عايزين ندخل للبورت ده عن طريق اي بي معين او سكيورتي جروب اي دي تانية معينة، ولا من اي مكان، ولا من الاي بي اللي احنا داخلين منه. خلينا نختار من اي مكان وبعد كده نضغط سيف. طيب خلينا نجرب ونضيف سيكيورتي جروب جديدة، وهنسمي سيكيورتي جروب ماي سيكوال، ومن اسمها بنعرف ان دي هتسمح لنا ان احنا ندخل على سيرفر ماي سيكوال. والديسكريبشن هنكتب نفس الديسكريبشن، بس مفترض ان انت تكتب ديسكريبشن اطول يعرفك السيكيورتي دي سيكيورتي جروب دي ايه فايدتها. ومن هنا هتختار الفي بي سي اللي انت هتكريت فيها سيكيورتي جروب ده. بما ان احنا عندنا في بي سي واحده بس موجوده في ايرلند الديفولت اللي معموله من امازون، فانا هختارها هي، ومش هضيف اي حاجه هنا في الرولز. خلينا نعمل كرييت، وخلينا دلوقتي نختار السكيورتي جروب للماي سيكوال، وهنلاقي هنا ان ما عندناش اي رول، وبكده بناكد على ان اي سكيورتي جروب انت بتضيفها جديده باي ديفولت بتبقى منع الدخول لكل حاجه، لكن في نفس الوقت بتبقى سامحه بخروج الترافيك ل اي بورت على اي اي بي. هنيجي في الانباوند، الانباوند اللي هو الترافيك الداخل، وهتعمل ايديت وبعد كده هتبتدي تضيف الرولز اللي انت عايز تضيفها. طبعا طبيعي ان انت هتبقى محتاج الاس اس اتش، فهنضيف الاس اس اتش ونعمل anywhere وبعد كده نعمل سيف. وبعد كده خلينا نرجع هنا للانجن اكس ونعمل ايديت ونشيل البورت للماي سيكوال، وخلينا نضيفه في الويب سيرفيس اللي اسمها، او عذرا في السكيورتي جروب اللي اسمها ماي سيكوال. فاعمل هنا ايديت وهنضيف رول جديده، هنضيف هنا الرول للماي سيكوال ودخول من اي مكان، وهعمل سيف. طبعا مش البيست براكتس ان انت تسمح الدخول للداتابيز من اي مكان، لكن احنا هنا في اللاب بنجرب فما عندناش اي مشكله. طيب دلوقتي اخر حاجه نشوفها مع بعض ان احنا نقدر ندي EC2 واحد اكتر من سيكيورتي جروب. هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنيجي هنا عند الانستنسز وهنختار الانستنس بتاعنا اللي اسمه ويب سيرفر 1، وبعد كده نيجي هنا على الاكشنز، او من هنا هنضغط رايت كليك اللي يريحك اعمله. انا هنا هختار اكشنز، وبعد كده نروح للنتوركينج، وبعد كده تشين سيكيورتي جروب، وبعد كده ممكن ان انت تغير السيكيورتي جروب بدل ما هي مثلا ويب سيرفر هتخليها الديفولت، او ان انت ممكن تضيف اكتر من سيكيورتي جروب. خلينا مثلا نضيف ماي سيكوال وويب سيرفر، وبعد كده هنعمل assign security groups. ولو نزلنا هنا عن security groups هنلاقي انه ال EC2 ده متضاف له ويب سيرفر وماي سيكوال security groups. وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا في security group. شكرا لكم على متابعة الدرس، واشوفكم في الدرس الجاي بإذن الله.